عرس ديمقراطي جديد شهدته جامعة الكويت اليوم، حصدت ثماره قائمة المستقلة في كلية العلوم الإدارية على حساب منافستها قائمة المعتدلة بعد حصولها على 1169 صوتا مقابل 932 صوتا كانت من نصيب المعتدلة. وعن كلية الهندسة والبترول فقد نالت قائمة المستقلة 1617 صوتا، تلتها القائمة العلمية ب 1519 صوتا. وعن كلية الهندسة والبترول فقد نالت القائمة المستقلة 1617 صوتا، تلتها القائمة العلمية ب 1519 صوتا. أما في كلية العلوم فقد كان المشهد مختلفا، حيث تقدمت القائمة العلمية على منافستها المستقلة ونالت 758 صوتا، بينما لم تحظى المستقلة إلا على 541 صوتا. المشاركون في انتخابات الجمعيات العلمية رأوا في العملية الانتخابية دورا أساسيا في صقل شخصياتهم، لا سيما أن الكويت انتهجت ومنذ الأزل النهج الديمقراطي وداعمة له. وما هذه الانتخابات إلا صورة من واقع الكويت الديمقراطي المشرق.